كم مرة أقول لك هاتي رقم أبوكي؟ أنا مش هفضل أتحايل عليكي طول الوقت. فين رقم أبوكي؟ مصعد أنا خايف. اشبط هتضيعنا. إحنا خلاص عملناها واللي كان. هتجيبي رقم أبوكي ولا نتصرف؟ لا. على فكرة إحنا كده هنعرف نوصل له. بس لو مش هيبقى عن طريقك إحنا بقى هنموتهولك عشان تبقى تتربي كويس. لا عشان خاطري ما تقدروش. خلاص. حلو قوي. يبقى عشان تفدى أبوكي تديني رقمه وما نعملوش حاجه. خد الرقم اهو. كام يا حلوه؟ انا مش فاهم اللي حصل ده حصل ازاي. اكيد في غلط. الغلط حصل من زمان يا سعد. الافراط في العطاء بيؤدي للامبالاه. قصدك ايه يا حاج؟ انا ما اقصدش حاجه يا سعد. ما اقصدش حاجه. وانت دلوقتي هتعمل ايه يا حاج؟ اذا كان على عمايل فالعمايل كتيره بس بتاخد وقت، وده هيبقى ضد اللي احنا جايين نعمله. يعني ايه يا سعد؟ يعني ايه؟ انا اتصرف ازاي دلوقتي؟ انا اعمل ايه يا سعد؟ اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ امشي ولا افضل قاعد ولا اقعد ولا امشي؟ اعمل ايه يا سعد؟ اتكلم. اهدى بس يا حاج ابراهيم شويه. اهدى. تمشي ايه وتروح ايه بس؟ احنا جينا هنا ولازم نكمل زيارتنا ونرتب هنعمل ايه لحد ما نشوف الغلطه دي جت منين. حاضر يا سعد. يا رب. مالك يا ابني؟ رجب خايف يا مصعب. رجب مين؟ يا عم انا رجب. ما تمسك اعصابك شويه يا ابني. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ مش احنا خدنا الرقم؟ المفروض بقى نتصل بابوها. هو مش قدامك سفر الصبح؟ هنشغله ليه؟ سيبه يوم وبعدين نتصل. نشغله ليه؟ هو احنا سارقين التابلت بتاع مصعب؟ احنا خاطفين بنته ومش طالعين رحله. كلم الراجل وخلصنا. اتقل يا صاحبي اتقل. المفروض لو اتصلنا النهارده يبقى الخطف من هنا، لكن لما نشبر يوم تتغير معالم الخطف ويتغير اليوم. يعني مثلا لو اتصلنا بكره يبقى الخطف حديث وتم وقت المكالمه. وده تفرق؟ تفرق ان احنا اجازه النهارده ومحدش شافنا هنا خالص. يعني محدش هيفكر فينا ابدا. بس البنت يعني كده هتبقى. بنت ايه؟ البنت كده احنا خبيناها في اخر مكان حد ممكن يتوقعه. يعني لو ابوها غدر وبلغ استحاله حد يفكر في المكان ده. طيب هنسيبها كده يوم كامل من غير اكل ولا شرب ليه؟ واحنا خاطفينها يا مصعب. لا احنا مش خاطفينها، احنا بنفشحها. انت حد بشلطك عليا؟ لا. حد بشلطك عليا؟ والله لا. انت مين جابك؟ مصعب. مصعب مين؟ يا عم انت مصعب. نسيتني ايش يا اخي؟ ما تتحرق ولا تولع يا اخي. هو احنا خاطفينها ولا مدينها دار رعايه؟ ما تفوق يا ابني. بصراحه مصعب انا خايف البت تموت. حنين. ما تخافش يا حبيبي، ما حدش بيموت من الجوع. وبعدين حتى لو ماتت عادي. يعني تصدق يا رجب انا مش خايف غير منك انت. ما تهدى شويه يا ابني. حاضر.